ونتابع ان شاء الله مع حضراتكم باذن الله تعالى انطلاقه الشوط الختام مع زميلي يزيد الجهني. ولكن قبل ذلك اعلن لكل المتابعين ان الانطلاقه ان شاء الله ستكون في تمام الساعه الواحده من بعد ظهر هذا اليوم. سنتابع اشواط الابداع مع هجني اصحاب السمو والشيوخ والسعاده. نتمنى لكم متعه جديده في هذا التواصل. وفي عهد شيخ وفي طباع تميم وبلاد عمرها يحقق الصعبات. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء، لانطلاقة شوط الختام وختام أشواط هذه الفترة الصباحية وشوطنا التاسع عشر الخاص باللقايا، الأبكار المنطلقات لأشواطها المفتوحة بشعارات الكبار، شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة، المشاركين المنطلقين في هذا المضمار في ميدان التحدي ميدان شيحانية. حفلنا الكريم ناخذ المركز الأول مشاهدينا الأعزاء، ناخذ المركز الأول وهنا التزام لهجن شيحانية المضمر حمد بن علي بن حلفان المري المبدع المنطلق مع المركز الأول. ناخذ المركز الثاني وها هي مزنة، وها هي مزنة الفوز، وها هي مزنة الانتصارات، وها هي مزنة التي تمطر بالخير والنواميس، مزنة لهجن شيحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ناخذ المركز الثالث وهذه الضبية، الضبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم فهد بن حصير النعيمي المنطلق والباحث عن الفوز. المركز الرابع ها هي السعدية، ها هي السعدية يا أبو سعد، السعدية على المركز الرابع لهجن شيحانية المضمر مشاغب المضمرين محمد بن خالد العطية. يا سلام. المركز الخامس هذا شعار الداودية. يا سلام. المركز الخامس هذا شعار الداودية. وها هي الوجبة المنطلقة، وها هي الوجبة المندفعة بهجن الشيحانية المضمر السيد سالم بن فراد المري في المركز الرابع أو في المركز الخامس. مشاهدينا الأعزاء شوط الختام يحمل الأسماء، شوط الختام يحمل التحديات، يحمل 25 لقية انطلقت في هذا الشوط، 3 كيلومترات تبقت وراحت كيلوين عن الناموس شوط الختام، عن ناموس شوط الختام والتجهيزات المستمرة، التجهيزات المستمرة في هذا المحلي السابع إلى أن ننطلق مع تنافس اللقاية، تنافس شريف، تنافس التزام. الملتزمة بالمركز الأول التزام مشاهدينا الأعزاء لهجن الشيحانية مضمر حمد بن علي بن حلفان المري مبدع المضمرين. المركز الثاني مزنة على المركز الثاني، مزنة لهجن الشيحانية مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام. الضبية قادمة، الضبية أحد الضيفات القادمات من دولة الإمارات لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوب المضمر فهد بن حصين النعيمي قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاركة. المركز الخامس أو في الرابع الدوحة، والدوحة وبجانب الدوحة السيرية لهجن الشيحانية برفقة عملاق التضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام. أشوف الوجبة تقدمت، أشوف الوجبة انطلقت على المركز الثالث، على المركز الثالث. وسالم بن فاران
المري يقدم المفاجآت بسن اللقاية في هذا الموسم مع الوجبة اللي قاد مع المركز الثاني. أعود بكم إلى مقدمة الشوط، ودوها على المركز الأول، أدوها على مقدمة الشوط. شوط الختام، شوط الختام سوف يسجل باسم من؟ باسم من بهذا الشوط؟ باسم أحد الأسماء الكبيرة التي شاركت بهذا الشوط، وأقربهن هي الدوحة، الدوحة لهجن الشحانية. هنا شرفنا على لوحة ال 1500 متر الأخيرة، 1500 متر النهائية، 1500 متر الباقية عن ناموس هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، الوجبة على المركز الثاني، الوجبة لهجن الشحانية، المضمر سالم بن فاران المري، المركز الثالث هناك، مزنا على المركز الثالث بهجن الشحانية، المضمر السيد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، المركز الرابع السعدية، المركز الرابع السعدية، المركز الرابع لهجن الشحانية، مضمر مشاغب المضمرين، مشاغب المضمرين، محمد بن خالد العطية. في المركز الخامس تقدمت وانطلقت مطيلة لهجن الشحانية، المضمر السيد محمد بن خالد العطية. 1200 اعلان هام للمضمرين، اعلان هام للابكار المنطلقه في هذه اللحظات. هناك الوجبه، وهناك مجنه، وهناك الدوحه، وانطلقنا مع الكيلومتر الاخير، مع الكيلومتر المثير، مع انطلاقه اللقايه الابكار، مع شوط الختام، مع تحدي اشواطها المفتوحه. وهذه هجن الشحانيه، وهذه الهجن العملاقه، وهذه الهجن الذهبيه. الله، الوجبه هنا في مقدمه الشوط، والدوحه مع تنافس كبير ما بين الثنتين. عصا قوس مع الدوحه، الكل عصيهم بالقوس. يا سلام، لكن دفع تلقائي لهذه اللحظات، دفع تلقائي لهذه اللحظات. حرك يا العطيه، اقترب من المراكز الاولى، خلنا نروح هناك. يا سلام، انطيله قادمه لهجر الشحانيه مع مشاغب المضمرين محمد بن خالد العطيه. هناك الروح مع الدوحه، والروحه مع الدوحه. يا سلام يا سلام، الفوز مع الدوحة، واللحظات الأخيرة، اللحظات الختامية بشوطنا الختامي، وذهبت الدوحة. هذه الدوحة اختتمت أشواط الفترة الصباحية مع عملاق التضمير، مع الدوحة لهجن الشحانية، لهجن الكبيرة اللي افتتحها في هذا الصباح مع السلية، واختتمها مع الدوحة، والناموس مع الدوحة، والناموس مع السلية، والناموس مع العملاق. مشاهدينا الأعزاء، المركز الثاني الوجبة لهجن الشحانية، على المركز الثاني، وفي المركز الثالث مطيلة على المركز الثالث لهجن الشحانية، المركز الرابع السعدية، في المركز الرابع لهجن الشحانية، المركز الخامس وصلت مزنة لهجن الشحانية. المركز الخامس مزنة، في المركز الخامس لهجن الشحانية، تهانينا والناموس لمالك هجن الشحانية، وإلى الدوحة اللي فازت بشوط الختام. إذن التوقيت الزمني لحظة الوصول 7 دقائق 38 ثانية أو 39 ثانية، 88 جزء ثانية. تهانينا والناموس لعملاق المضمرين. توقيت المركز الثاني، الوجبة 7 دقائق 41 ثانية، 44 جزء ثانية. المركز الثالث وصلت فيها مطيلة لهجن الشحانية، 7 دقائق 41 ثانية، 76 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لكل من فاز. مشاهدينا الأعزاء، إذا انتهت هذه المنافسة.